يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء، أنا المهندسة سماح مساعدة، راح أعطيكم مادة مبادئ الاتصالات لهذا الفصل. مادة مبادئ الاتصالات تتكون من جزئين، اللي هو الاتصالات التشابهية أو الأنالوج كوميونيكيشنز، والاتصالات الرقمية اللي هي ديجيتال كوميونيكيشن. راح نبلش بإنترودكشن عام مع الكوميونيكيشن سيستمز اللي هي أنظمة الاتصالات بشكل عام. بعدين رح ناخد مراجعة على مواضيع Signals and Systems ونبلش بمادة الأنالوج Communication. أول شغلة نبلش فيها اللي هو البلوك دايجرام للكوميونيكيشن سيستم. بغض النظر البلوك دايجرام الكوميونيكيشن سيستم الموجود عندي كان لأنالوج سيستم كوميونيكيشن سيستم أو لديجيتال كوميونيكيشن سيستم. البلوك الأول موجود عندنا اللي هو Source أو اليوزر. السورس او اليوزر اللي هو مصدر المعلومة الموجودة عندي، ممكن السورس يكون شخص، ممكن يكون تليفون لاين، ممكن يكون كمبيوتر، اي مصدر للمعلومة بنحكي عنه سورس. هلا السورس بيطلع عنه او بنتج عنه مسج سيجنال. المسج سيجنال لا تكون جاهزة لعمل للارسال، يعني انا ما بقدر على طول اني ابعثها كما هي للمستقبل أو للريسيفر تاعي، لازم تمر بعمليات تهيئها للإرسال. راح أستخدم البلوك اللي اسمه الترانزميتر. الترانزميتر مرموز له بالرمز TX. الترانزميتر مرموز له بالرمز TX. بنتج عن الترانزميتر، الترانزميتر سيجنال هاي اللي برسلها. لاحظوا أنا عندي المسج سيجنال تتعدل من خلال الترانزميتر، والترانزميتر سيجنال، الترانزميتر سيجنال هي اللي بتنبعث عبر الشانل، عبر الشانل اللي هي الطريق اللي انا راح المسار اللي انا راح تكون عندي. الشانل بيكون مختلف حسب نوع الترانزميشن تاعي، ممكن الشانل تاعي يكون كيبل، ممكن يكون واير، ممكن يكون الاير اذا كان عندي وايرلس، ممكن يكون اوبتيكال فايبر، بيختلف حسب هذا اسمه شانل او ترانزميشن ميديوم. هلا هو الترانزميت سيجنال على الطريق ممكن يدخل عليها ديستورشن اند نويز اللي هم مشوشات او مشوهات للسيجنال تاعتي، فمش شرط انه انا السيجنال اللي بتنبعث عندي نفسها اللي بتوصل. هلا هي مش مختلفه عنها، بس تكون نسخه مشوهه او فيها تغيرات بسيطه عشوائيه بسبب ديستورشن والنويز. هلا بس توصل السيجنال اللي هي الريسيف سيجنال اللي هي عباره عن ترانزميت سيجنال اللي بضاف إلها النويز. المسج سيجنال بنرمز لها بالرمز M of T. الترانزميتد سيجنال بنرمز لها ب S of T. الريسيفد سيجنال بنحكي عنها S prime of T اللي هي يعني نسخة إشي بيشبه ال S of T، اللي هي عبارة عن ال S of T زائد النويز والديستورشن اللي أثروا عليها. تمام. هلا مجرد ما وصلت للريسيفر، الريسيفر ايش راح يسوي؟ راح يعمل عكس اللي عمله الترانزميتر. للريسيفر برمز له بالرمز RX. تمام، بده يحاول يستخلص المسج سيجنال من المسج من الريسيف سيجنال اللي هي اس برايم. الديتكتد سيجنال اللي هي راح تكون شكل مشبه الام اوف تي، ام برايم اوف تي، ممكن تكون نص ام اوف تي، اثنين ام اوف تي، ام اوف تي مضاف لها شويه تشويش، بس هي عباره عن نسخه مقبوله من الام اوف تي، وبوصلها للسينك او اليوزر عشان يسمع المسج اللي وصلته. هلا بالتفصيل مرة ثانية، السورس originates message هو أصل المعلومة، المسج اللي عندي ممكن يكون human voice، صوت إنسان، ممكن يكون TV، picture، email اللي هي بشكلها الخام. السورس بطلع لي اياها بشكل الخام وبيحول لي اياها ل
لا الكتريكال سيجنال اللي هي المسج سيجنال اللي بنحكي عنها بتتحول لمسج سيجنال اللي هي رح تنبعث. الترانسميتر او الموديوليتر بيعدل المسج سيجنال على شكل قابل للارسال، مش شرط ان ام اف تي تكون طالعه او غالبا او هي ما بتكون جاهزه للارسال المسج سيجنال، فلازم اجهزها للارسال. هلا التشانل هي عباره عن physical medium of choice that can convey the electrical signal at the transmitter output over a distance. يعني هو عبارة عن وسط فيزيائي قادر على إرسال الإشارة الكهربائية الموجودة على الـ transmitter output عبر مسافة. الـ receiver اللي هو demodulator، لاحظوا الـ transmitter modulation بعمل بعدل، الريسيفر بيعمل دي موديليشن بسحب السيجنال اللي وصلت له، بسحب منها المسج اللي انا بدي اياها. طلعوا الدي موديليتر ايش بيعمل؟ processes the signal received from the channel by reversing the signal modification made at the transmitter. يعني الترانسميتر بيعمل موديليشن والريسيفر بيعمل دي موديليشن and removing the distortion made by the channel. distortion اللي هو المشوشات او المشوهات للسيجنال تاعي. السينك شو بسوي؟ انا وصل لي مسج كهربائيه برجع يحول لي اياها للاوريجينال مسج. لاحظوا عندي بال سيستم تاعي كل وحده فيها مقابل، يعني السينك والسورس. السورس انتج هون ايش؟ استقبل المسج. الترانسميتر عمل موديوليشن، الريسيفر عمل دي موديوليشن. لازم يكون توافق بين الترانسميتر والريسيفر دائما عشان يصير عندي عمليه الكوميونيكيشن صحيحه. هلا بدنا نحكي عن شغله جدا مهمه اللي هو الترانسميشن مودز، اللي هي كيف عمليه التواصل بين الترانسميتر والريسيفر بتكون عندي. هلا عندي 3 transmission modes أساسية اللي هي مصنفة حسب إيش؟ اتجاه التواصل بين الترانسميتر والريسيفر. أول transmission modes اللي هو عندي السمبلكس، الثاني half duplex بنحكي عنه، والثالث اللي هو الفول duplex. الفرق بيناتهم كلياتهم اللي هو اتجاه الإرسال. اتجاه الإرسال، هلا السمبلكس اتجاه الارسال اتجاه واحد، يعني فقط واحد بقدر يرسل الثانية، واحد مستقبل واحد بيرسل. الهاف دوبلكس الاثنين بقدروا يستقبلوا ويرسلوا، بس ممنوع يبعثوا ويرسلوا بنفس الوقت. And the half طلع الفيلد عندي السمبلكس مود اوف ترانسميشن ذا كوميونيكيشن از يونيدايركشنال. ايش يعني يونيدايركشنال؟ unidirectional يعني باتجاه واحد. unidirectional معناها عندي باتجاه واحد. بالهاف duplex ال two directional أو bidirectional باتجاهين. but the channel is alternately used by both the connected device. يعني مسموح لهم كل واحد يستخدم الشانل دور، ممنوع يستخدموها بنفس الوقت. هلا التفصيل، السمبلكس عندي الكوميونيكيشن بين سندر اند ريسيفر اوكر اونلي ان وان دايركشن باتجاه واحد، معناها السندر كان ترانسميت ذا داتا والريسيفر كان اونلي ريسيف، يعني السندر بس بيرسل والريسيفر بس بيستقبل. the receiver cannot reply in reverse to the sender، يعني انت بتبعت بس انا ما بقدر اجاوبك، بس بستقبل، انت فقط مستقبل انا فقط مرسل. سمبلكس بالضبط تشبه ايش؟ انه انا يكون عندي شارع ون واي، ممنوع السيارات تمر غير باتجاه واحد، ممنوع تمر بالاتجاه الثاني، فقط باتجاه واحد. الحلو فيها انه كل الشانل بتكون بس محجوزه للسندر طول الوقت، يعني اي وقت بده يبعث ببعث لانها محجوزه له بالكامل، ما في حدا غيره يرسل. أشبه إشي إلها اللي هو الكيبورد والمونيتر. الكيبورد كان only transmit the input to the monitor، والمونيتر كان only receive the input and display on the screen. يعني
التواصل بين الكيبورد والمونيتر سيمبلكس. ليش؟ لأن الكيبورد فقط برسل والمونيتر عندي فقط بستقبل. بنحكي عنه one way communication اللي هو سيمبلكس. هلا عندي الهاف دوبلكس الكوميونيكيشن اللي بيصير عندي السندر والريسيفر both directions but one at a time. يعني السندر والريسيفر اثنين بيقدروا يترانسميت وريسيف the information but only one is allowed to transmit at the time. يعني انت مسموح لك تبعث وانا مسموح لي ابعث بس ممنوع ان الاثنين نبعث بنفس الوقت. بشبه one way road بس انه ايش محجوز بوقت لاتجاه معين من الى وقت ثاني محجوز باتجاه ثاني الطريق. فنقدر انه نمشي بالاتجاهين بس ممنوع السيارات تمشي بالاتجاهين بنفس الوقت. اشبه الي شيء له اللي هو الواكي توكي. الواكي توكي لجهة زي لعبة الاطفال او كوميونيكيشن الاثنين بيتصلوا مع بعض بس مجرد ما انا بلشت احكي انت بكون اتصال عندك طافي. مجرد ما اخلص بحكي اوفر هو الثاني بيكون دوره بالحكي. يعني كل واحد بيحكي على الدور. both cannot speak simultaneously يعني الاثنين ما بقدروا يحكوا نفس الوقت. هلا الفول دوبلكس ترانسميشن اللي هو فيه الكاباسيتي كامله. الفول دوبلكس ترانسميشن الكوميونيكيشن بين السندر والريسيفر كان اوكر سيمولتانيسي يعني الاثنين بيقدروا يتحدثوا مع بعض بنفس الوقت اللي هو زي الموبايل فون. يعني انا بحكي وانت بتحكي كلنا نحكي مع بعض بنفس الوقت ما في اي شيء يمنع انه نحكي في نفس الوقت. السندر والريسيفر both can transmit and receive simultaneously at the same time. The full duplex transmission mode is like a two-way road in which traffic can both flow in both directions at the same time. يعني زي كأنه شارع عندي سايدين كلياته الطريق محجوزة للكل. الكاباسيتي تاعت التونيل محجوزة الاثنين بنفس الوقت. هلا الفول دوبلكس بنقدر نحكي عنه اللي هو التليفون اكزامبل عليه when two people communicate over a telephone both are free to speak and listen at the same time. الاثنين بقدروا يحكوا ويسمعوا بنفس الوقت. هلا الفروق الاساسيه بيناتهم السمبلكس مود اوف ترانسميشن signal can be sent only in one direction نحكي عنه يوني دايركشنال. الهاف دوبلكس السندر والريسيفر can transmit the signal but only one at a time. والفول دوبلكس السندر والريسيفر can transmit simultaneously يعني بقدر الاثنين يبعثوا at the same time. In a simplex mode of transmission only one of the two devices on the link can transmit the signal يعني واحد فيهم transmitter والثاني بكون receiver. يعني حتى الريسيفر بقدرش يبعث send back أو جواب على المسج عندنا اللي حكينا المثال عليها اللي هو الكيبورد والمونيتر. The half duplex mode both the devices connected to the link can transmit the signal but only one device can transmit at that time. يعني أنت الترانسميتر ببعث الريسيفر توصل للمسج بس يوصلها ويحللها بقدر يجاوب عليها بس بشرط أنه الطرف الثاني ما يكون يبعث بنفس الوقت. الفول دوبلكس الديفايس لينك انه اللينكس او تشانل بيناتهم الاثنين بيقدروا يرسلوا بنفس الوقت. هلا البرفورمنس للفول دوبلكس هو الافضل لانه ايش؟ لانه انا بستغل عندي الباندويث اكثر شيء اللي هو سعه التشانل تاعي او سعه اللينك الموجوده عندي. الاكزامبلز عليها اللي حكينا اللي هي الكيبورد والمونيتور والواكي توكي للهاف دوبلكس والتليفون لاين للفول دوبلكس مود. هذا الجدول جدا مهم اللي هو البيسك فور كومباريزن يعني انا طريقه المقارنه بيناتهم السمبلكس والهاف دوبلكس والفول دوبلكس. اول شيء بدي اقارن بيناتهم اللي هو الدايركشن اوف كوميونيكيشن الاتجاه الكوميونيكيشن بيناتهم. بالنسبة للsimplex communication is unidirectional إيش يعني باتجاه واحد. الhalf duplex two directional but one at a time مصنوع يبعثوا بنفس الوقت.
وبالنسبة للفول دوبلكس is two directional أو bidirectional وsimultaneously at the same time. هلا إذا بدي أقارنهم السند والرسيف، السندر كان سند داتا but cannot receive، يعني اللي ببعث ما بقدر يستقبل داتا. بالنسبة للهاف دوبلكس السندر كان سند as well as receive the data but one at a time، يعني أنا بقدر أرسل وبقدر أستقبل داتا بس ممنوع الإرسال والاستقبال يكون بنفس الوقت. بالنسبة للفول دوبلكس السندر كان سند وكمان بقدر يعمل ريسيف للداتا سيمولتينسي بنفس الوقت، يعني أنا بقدر أكون أرسل وأستقبل بنفس الوقت. البرفورمانس الهاف دوبلكس والفول دوبلكس البرفورمانس لهم أعلى من السيمبلكس لأنه في تواصل بين الطرفين. الفول دوبلكس لسه كمان أحسن من الهاف دوبلكس لأنه أنا عندي الترانسميشن والريسبشن عندي بنفس الوقت، أنا بقدر أستغل اللينك تاعتي. examples عليهم بالنسبة للسيمبلكس الكيبورد والمونيتور، الهاف دوبلكس الوكي توكيز، والفول دوبلكس تليفون. هلا هاي نهاية محاضرتنا الأولى. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله رح يكون في عنا مراجعة للسيجنالز اند سيستمز، فبدي اياكم تكونوا مراجعين الاساسيات وانا راح امر عليكم على الاشياء المهمه. يعطيكم العافيه.